أسألك أكيد كان نفسي بالمناسبة، طبعا يطلع. أكيد اتفضل. كوكا قاعد خلاص باقي في الأهلي؟ لا خلاص، هو الماركت بكره اخر يوم في البرتغال، وتقريبا خلصوا اللعيب التركي. يعني هم كانوا بيخيروا ما بين كوكا وكان لعيب تركي. كوكا كان فيرست اوبشن، التركي كان سكند اوبشن، لما موضوع كوكا لو بعيد وشبه مقفول تقريبا وفي تمسك من النادي، فخلصوا اللعيب التاني. كان العرض الموضوع كان إعارة بالنسبه برضو لي بنية مقفول بيع؟ تاني. اول عرض كان اعاره، تاني عرض ما بيع وشراء طبعا. كان كام وصل لاعلى رقم كام وصل له؟ مش الارقام انت عارف مش هتبقى لذيذه لو قلناها، عشان لو الموضوع اتفتح بعد كده يعني. تمام، لكنه كان سبب الرفض هو القيمة المادية للعرض لم يكن مقنعا لا للأهلي؟ خالص خالص خالص، يعني بالعكس، النادي كنادي كمسؤولين ما كانوش حابين يقفوا في طريقه، او يعني اوكي لو العرض كويس ماديا ممكن نتكلم وبتاع، بعد كده هم احترموا رغبه الراجل. الراجل قال ان احنا النهارده اللي هو داخلين على كولر. 7 8 بطولات. طبعا مستر كولر، فقال احنا داخلين على 7 8 بطولات السنه دي، الموضوع في الاهلي هيبقى اتقل كمان من السنه اللي فاتت. شفت اللود كان عامل ازاي السنه اللي فاتت، فما بالك السنه دي طبعا. كمان في كاس عالم الكبير وكاس عالم القديم الانتر كونتيننتال والسوبر ليج ودوري وتشامبيونز. فقالوا، فكان الراجل كلامه انه لا طبعا كوكا بالنسبه لي من اهم اللعيبه، فازاي استغنى عنه في عز البطولات دي كلها. تمام فالموضوع اتاجل للصيف الجاي، انه بعد كل ده لو في عرض مناسب ليه تمام والنادي هيستفيد واللعيبه هيستفيد، خلاص مفيش مشكله وهنجدد وهنقعد تمام ونطلع عن طريق النادي بعد كده يعني. ان شاء الله. عمر عندك اي اضافه تحب تقولها؟ حبيبي حبيبي ربنا يبارك لك. انا ما كنتش ناوي والله اتكلم انا خالص، عارف بس يعني انا عارف عارف يعني اللي هو المكالمه ضايقتني بصراحه. يعني انا مش واحد بيحب يعمل مشاكل مع حد، عارف بحترم الناس كلها في مصر، الناس كلها بتحترمني الحمد لله، الواحد سمعته كويسه، الحمد لله. فبس اللي هو ليه يعني، فاهم قصدي؟ ملهاش اي لازمه خالص. ولا تضايق نفسك، بس احنا مبسوطين ان احنا سمعنا صوتك. عموما الله يبارك بشكرك جدا عمر ناجي، وكيل اللاعبين الشهير، نورتنا وشرفتنا. طيب انا